اهلا بحضراتكم من جديد. تحيا مصر وعاش الاهلي بطلها الحريص دائما على التوافق مع اهدافها والحريص باستمرار على الاتساق مع كل ما تنشده مصر الغاليه من نمو ونماء. استاذ نبيل، انطباعاتك العامه على هذا المؤتمر المهم؟ في الحقيقه الواحد يعبر عن سعادته البالغه ان حدث ينظم وتقال فيه هذه الكلمات الرائعه اللي هي شديده الجاذبيه وشديده الاختزال، قاصره الوصول الى الهدف وليس فيها ثرثره من اي نوع. ناس بتتكلم بوعي وبعلم وبدقه عن اهدافها وعن ايه وايه المطلوب من هذا المؤتمر. في الحقيقه يعني انا شخصيا سعيد ان انا مصري وسعيد ان انا اهلاوي وسعيد ان انا شفت المؤتمر بهذه الكيفيه وبهذه القدره التنظيميه العظيمه. وكلام شديد الاهميه، يعني اتكلمنا عن تنميه، اتكلمنا عن استثمار، اتكلمنا عن تكنولوجيا، اتكلمنا عن جماهير، اتكلمنا عن وطن يبحث عن مستقبل افضل. تخيل، دي الخمس حاجات اللي هجيلك